السلام عليكم خوتنا وحبابنا، صباح الخير عليكم، صباح النور. الناس اللي تحبنا والناس اللي ما تحبناش كنقول لكم التحيه ديالكم، ان شاء الله كاع تكونوا بخير ولا خير. المهم معكم ايمن عشبه وجيت لكم فيديو جديد ان شاء الله. اليوم اخوت بغيت نهضر لكم على شحال من واحد كيسولني يقول لي يا خويا حنا في البلاد اللي حنا الصناره في الانترنت باش نجيو لاوروب، يعني بهذا المعنى بغينا كنشاطيو مع القاورياش باش يجيبونا هنايا، ولكن اخويا راه تقهرنا، راه هذا لا راه تحلبوا بينا ولا صافي عاقوا بينا، ولا المغاربه اللي كاينين هنا يحرقونا. لا اخوت انا غادي نشرح لكم بلي ديطاي المشكل ديالنا حنا فين كاين. المشكل ديالنا حنا فين كاين هو كاين في الطمع. حنايا انت كتلوح الصناره، كتلوح الطعم في الاول، تتلعب مزيانه، كتلوح كتبقى غادي مع ضربه ضربه، ولكن كتجيك واحد كيما نقولوا حنايا واحد النغزه ما عرفتش منين تجي كدا تشيري بروفيتاج. حنا الحاجه الوحيده اللي كتخرج اللي هرسات لينا اللي شو هادين السمعه ديالنا مع القاويات هنايا هو البروفيتاج. يعني كتلقى واحد مغربي، انا كمغربي غادي نهضر لكم على ولاد البلاد كما تنقولوا حنايا، وكذلك على خوتنا اللي زالجيريا ولي تونيزيا. المهم اخوتي دابا انت في البلاد كتبدا مع ضربه ضربه، هادي بخير كي دايره انت يا تحب نتعرف عليك، هادي راكم عارفين الدخلات ديالنا حنايا. كتوصل لواحد ملي صافي كتبدا تتعرف عليها وكتزعم عليها وكتزعم عليك، كتولي نتا كباغي تبروفيتي، كتقول لها كتبدا على انا راه في البلاد ما عنديش ما خدامش غير في الدار، ما كايناش خدمه، ما كاين كلشي كيشفر، اللي الفوق كيشفر، اللي تحت كيشفر، الدوله كتشفر والشعب كيشفر، هادشي راه جانبي العمل. هي شنو كتقول دابا تخونا هذا بدا معايا بحال هو لسان وتعرف عليا مزيان وعرف شحال عندي من خوت، شحال الوالدين ديالي، شحال عمرهم كدا، فين ساكنه المدينه، شحال عمرها، شحال الفيلم اللي كتفرج فيه، السروال اللي كتلبسو نهار السبت ما على باليش انا، كله كيفاش كل عنده الطريقه ديالو كيفاش تعرف على الدريات. المهم هي ملي كتسمعك ملي كتشوفك نتايا اوتوماتيك، انت ايماجيني مع اوتوماتيك مو كتسمعك نتايا كتقول لها انا راه ما عندي، كتبدا تبكي. ملي كتبدا تبكي عليها وتشكي عليها تبدا عليها صيفط لي 100 اورو، صيفط لي 200 اورو ولا 150 اورو في الشهر، راه هي غادي تفهم لانه هادو هنايا راه كيما نقولوا حنايا راه في المونتاليتي وفي الوعي، راه فيه شي القرايه ديالهم هنايا راه قدامنا حنا راه زيرو. واخا حنا ديما كنقولوا حنايا مغاربه الشعب عقليه مطورين، هادشي راه غير هضره خاوي اخوتي. انا كيما نقولوا انا الا باغي تجيب راسك تجيب برجولتك ماشي بالقفوزيه ديالك، القفوزيه ديالك خليها ولكن استعملها في الوقت اللي كتخص تكون فيه القفوزيه، اما باش تبدا مع من والو بالقفوزيه ديالك ما تجيبهاش، ما جاش بالقباحه ولا بالقفوزيه، جاتها بالرجوله كما تنقولوا حنايا وبالنفس ديالك اللي كتعزز عزك كما تنقولوا حنايا. المهم دابا هنايا هادشي اللي تيقولوا هما دابا قاورياش ولا المانياش ولا فرنساوياش. المهم كما قلت انا عايش في المانيا ديما كنهضر لكم غير على المانيا، حيت تنعرف حيت في الاوروب في هذوك ما تن ما مسوقش ليهم انا ما عارف. لا المهم كاركتير ديال هنايا عارف ماشي بزاف، ولكن كما نقولوا حنايا عايش معاهم، وهادي غادي الشيء كنقول لكم انا بحكم تجربه. شربوا ولا شي كيكه ديال القهوه اخوت. المهم كما قلت لكم دابا هما ملي كنت كتبدا داخله معاهم طمع، هي راك هي راه ناويه، هي راه حيت هما كما راك معاك عارفين الرجال ديالهم هنايا راه باردين، راه قدر الراجل يجيب صاحبو يدخلو مع الدار، صاحبو يدور ليه لمراتو، راه الاخر ما يفهمش ما عندوش شي ريفلكس كيما نقولو، ماشي كيما حنايا تقدر دير سكوندار حتى الله يستر مع شنو دير قبل مراتك ولا قبل ولادك. هما هنايا باردين، المانياش عارفين هادشي، هما تيبغيو كيما نقولو نحنا واحد اللي راجل غادي تحط عليه كيما نقولو حنايا الراس، الا كنتي كابابل وبخير ومزيان راك شديتي راك ضمنتي راك جيتي هنايا، الا بقيتي داخله انايا ما عنديش وكتبكي وكتشكي وصيفطي ليا وهادي راه غير حنتوما تحلبوا، لانه هنايا كما تنقولوا هنايا ماشي بحال الثمانينات ولا السبعينات فهمتي، الا شديتي قاوريه كتقول صافي الله الله جاب لي الله عوينه منين نسقي، هنايا غير نسى هنايا اخو هنايا راه الدراري هنايا وشحال تيتقاتلوا مساكن تيقلبوا باش يدبروا على راسهم قاوريات، ولكن كما تعرفوا هنايا الله غالب السمعه ديالنا حنا نورد افريكا هنايا باينه، تيقول لك نتوما فيكم الاجرام فيكم التحراميات فيكم هادي وما تجمعوا كلشي، ولكن علاش حيت الصحافه ديالهم والتلفزيون ديالهم الاخبار ديالهم مكتوبه خرجوا علينا وخرجوا لينا كتوبه صاحبي كتوبه كيما تنقولوا داكشي اللي وقع في 2016 في المانيا ولا خرجوا ليه كتوبه ولا حنا كيما نقولوا حنايا ردونا كلونات هنايا، ولكن كيما تنقولوا هنايا حيت هاد الناس دابا باش يعجبوك متثقفين
تعرفوا بانهم ما يقدروش يجمعوا كل شيء، ماشي غير كما نقولوا حنايا عندهم هما بالنسبه لنا حنا رايحوا حتى واحد تخنز الشواري، ولكن هما تيعرفوا هما اش كيديروا، هما ماشي كيجيو يحكموا على الانسان، هما تيعاشروه تيهضروا معاه كيريحوا معاك في الطابله وديك الساعه بيه ليا فهمتيني، ملي تهضري معاهم في الطابله ديك الساعه خاصك تهضر على راسك شكون انت، تعرف كما نقولوا هنا الكاركتير ديالك الا باغي تطور على راسك ما تخوش. المهم الا كنتي في البلاد وكتشاطي وماكم عارفين دخلها وبقى مع عادي، ما نقولوا هنا داكشي ديال الماديات خليه هو الاخر، الماديات غير نساها، انت حاول انفيتي عندك للمغرب عرض عليها تجي دوز معاك واحد السيمانه، راكم عارفين جامع المغرب راه عارفين وبلاد توريستيك الحمد لله بلادنا زوينه معروفه في العالم بارتو، عيط عليها تجي عندك تصيف معاك شي سيمانه ولا جوج سيمانات، الزواج ديما خليه هو الاخر فهمتي، يعني انت واحد الان تقدر انت قاعد تزرب وتزوج وتجي هنا وتندم تقول انا لا علاش ما تسنيتش دير الاولاد ودير بزاف، عاد تندم تقول لا علاش كون غير تسنيت تكون غير مابقاش معاشر معاه بلا زواج بلا ولاد بلا والو، ديما كيما نقولوا حنا كيما تقولوا هو والدينا وجدونا الف تخميمه وتخميمه ولا ضربوا بالمقص، ديما شوف لقدام شوف كيما نقولوا حنا فكر لي الخايبه ماشي الزوينه، من الزوينه راه تعيش اليوم ولكن غدا راه تعيش كيما نقولوا حنايا ما اسوء اخو. المهم كما قلت لكم الخوت عيط عليها تجي عندك للبلاد تريح معاها تعرفك وتعرفها وتعرف على والديك على خوتك على الدرب ديالكم الحومه ولا دربكم شي دور المغرب شمال جنوب هادي، من غترجع هي تقول لك شوف داك السيد مشيت عنده وشفت في دارهم كما نقول لكم عارفين حنا المغاربه كنرحبوا بالبراني، واخا يكون جاي ما عنده مال الدنيا كيجي تيدخل ياكل ويشرب وكذا واحد، انا علاش انا هبطت المدام ديالي والبنيه ديالي هبطتهم للبلاد وشافي داك الشيء وبقات كيما نقولوا حنايا هنايا جات كتعاود تقول كذوك الناس، واخا ما كيما نقولوا حنايا لا قد الحال ولكن رحبوا بيا وما تنخلصوا والو الحمد لله كيما نقولوا حنايا هادشي باش معروفين. المهم المغاربه والعرب بصفه عامه والمسلمين كيما نقولوا حنايا بحسن الضيافه وكذا وهادي، ملي انت هي غادي تشوفك انت درتي مع داك اللوجيست اقسم لكم بالله تجيبك هنايا تتقاتل معاك هنايا وتخلي تجيبك هنايا سواء عندك سواء ما عندكش تجيبك تجيبك، تقول لك علاش هذاك الدري تما في بلادو في القاهره وفي كذا وادي ومشيش عنده تما وتهلا فيا ووالدي الله يعمرها دار وناس ملاح والحومه وكذا وادي وغادي يعجبهم الحال، هما علاش هما راكم عارفين البلاد ماشي لنا هنايا، ما هنايا كاين كيما نقولوا حنايا شويه كاين القنطه البلاد حنا كتبقى الدرب الناس ما ناعساش العيالات مريحين كلشي فهمتي كلشي ضاحك كلشي ناشط عندك ما عندكش تاكل تشرب، هنايا لا كيما نقولوا راكم عارفين هنايا كاين شويه ستريس هنايا، الناس اللي عارفين الناس اللي عايشين في المانيا راه عارفين القضيه هذه، هنايا كيعرفوا غير الخدمه الدار الجمعه والسبت كيخرجوا كيسهروا راكم عارفين الكباريات لي بار كذا هذه السكرات، وما كيعرفوا من اثنين الجمعه غير الخدمه الجمعه في العشيه والسبت كيخرجوا يسهروا الحد كيصبحوا ناعسين الحد كيما نقولوا حنا ما كاين حد تيصبحوا ناعسين كما قلت لكم الخوت هما عزالين من المغرب. المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم هادو هما الاسباب علاش هادشي راه غير حاجه صغيره تقدر انت بعد خطراش ما على باليش انا باغي تسافر مع صحابك وما عندكش وانت عندك صاحبتك في المانيا وكتهضر معاه وكتكونيكتي معاه شهور وشهور وتقول لها خصني واحد 300 اورو ولا 200 اورو ولا 100 اورو، تقول لك خونا كيفاش انت تما وانا هنايا وانت بديتي معايا فلوس وكذا وهادي، نقولوا حنا ديما خليك نتايا النيف يكون عندك كما تقول خوتنا لي زالجيريان شي حياتي خوتي لي زالجيريان يكون عندك النيف ديالك خليها بعزك نهار تجي عندك وتجي عندك للبلاد وحاول انت تسلف وتكلف وهادي وتخليها مت كيما نقول ضروري غادي تجي معاه رزقها باش تصرف على راسها، ولكن ديما حاول فهمتي 50 50 النص حيت هما هادو هنا لي زالون كيموتوا على النص بالنص، تمشي تقول لي ناكل ونتغداو نص بالنص تضرب شي حاجه نص بالنص تمشي تكمي معاه ولا ما هادي يقول لك نص بالنص كلشي نص بالنص، هذه عقليه ديال لي زامو كما كنبغي نهضر لكم على الالمان حيت انا الدول الاخرين ما عنديش عليهم معلومات وما معاشرون في بزاف، انا معاش لي زامو داكشي اللي كنقول لكم غير على لي زامو حيت كاين الناس كيسولوني على الالمان علاش، حيت الحمد لله الالمان باقي فيها شويه الضو وباقي فيها ما يدار وباقي الناس كتجي هنايا وكتدبر على راسها سوا خدمه سوا جواز سوا ما على باليش، الناس الدراري حراقه الحمد لله كاين اللي عايش بخير كاين اللي ما عايش كلهم مكشوف، واصلا الزواج كما نقولوا شي الزواج غير مكشوف غير مكتوب راه مقسم عليك الله غادي تزوج بالمانيا ولا فلسطينيه ولا ما على باليش انا غادي تزوج بها ما مقسمش ليك الله، راه ما عندك ما دير واخا تجري العالم كله الا ما كتباتك شي حاجه راه ما غاديش تكتب ليك. المهم اخوتي المغزى كما نقولوا حنايا من هذا الفيديو هذا هو الماديات خليهم من الاخرين، البروفيتاج خطيوكم البروفيتاج البروفيتاج محل هادو محل بين هنايا
راكم كتعرفوا ديالنا حنايا هنايا راه الله يبارك راه تيقول لك راه جات تسول انا تلقى البلي بار اللي متزوجين بالمغاربه مطلقين غير كيداو اوراقهم تيطلقوهم علاش حنت يقول لك صافي واحد باغي يتزوج بيا كيشوفني انا كفيزا كيشوفني كوراق ككارت سيجور ماشي كانسان غادي شريك ديال الحياه ولا غادي يكمل معايا حياته ويدير معايا الولاد والمستقبل والدار وكذا وهادي هما هادشي اللي كيشوفوا نتوما كيما نقولوا حنايا حاولوا ما تبداوش بالبروفيتاج دخلوها عرضوا عليهم كذا وهادي وعرفوهم بعدا كيفاش دايرين في الكاركتير واش هي عايشه بوحدها واش مع صاحبها ولا واش مطلقه واش مزوجه واش عندها الولاد ماشي انت غير سالي سافا غد لي عجب شيني باغي نتزوج بيك اما كايناش هادي اما كايناش غادي تهضر مع يومين وتقول لها انت باقي ما عرفتش ايش بعدها صح واش مطلقه واش مزوجه واش عندها ولاد واش ما عندها مشاكل واش عندها الا كانت مطلقه واش عندها ورقه ديال حنش واحد القضيه شحال من واحد هنايا دراري عايشين هنايا مغاربه وجزائريه هادي ديالنا تيكونوا عايشين مع قاوريات والقاوريات ما تيكونوش تيكونوا عندهم واحد بحال كيما تنقولوا حنا هو عندها راجلها وعندها ولادها ولكن راكم تتعرفوا العقليه ديالهم ديما تيبغيو يدبروا على شي واحد اخر كيما نقولوا حنايا اللي تيبقاو ايشون فهمتوني شي بغيو يبدلوا معاه كيما نقولوا راكم عارفين يجي يبدلوا معاه صافي بلا ما نشرح عليكم راه خبا فاسكم هي تقدر تكذب عليك انت بحال دابا انت عينك في الزواج باش انت راك حراق هنا يعني انت اوتوماتيكمون غادي تدبر في وحده غادي تعاشر معاها شويه غادي تحاول كيما نقولوا حنا تجذبها ليك باش تتزوج بيك ودير لك اوراق وتبقى تشوف والديك هادي راك كاع اي واحد جا هنايا فكر في هاد القضيه هادي راه ما كاينش اللي كذب عليك قدام ما كاينش هنا شي حراق اللي تسولو قولك خويا انا ما كرهتش نتزوج وندير وراقي وانا بغيت نشوف الوالدين هادي الله يسر على الجميع الله يسر على كاع خوتي الحراقه الحمد لله حنا سالنا ربي هبطنا شفنا والدينا وعاودنا رجعنا الله يسر على الجميع علاش حيت حنايا كنجتو في الخير وربي عالم كيما نقولوا عالم شنو في قلبنا هنايا داكشي علاش سال علينا وهبطنا شفنا والدينا ورجعنا المهم اخوت كيما قلت لكم كاينين تيكونوا متزوجين بولادهم وكتدبر شي واحد مغربي ولا جزائري كما كنقولوا كتخليه بونشوش بعد حركة كتبغي تخرج تسهر معاه نهار الجمعة ولا السبت ولا دوز مع الويكاند في الدار ولا تعيط عليه الدار وهي راه عند لا فامي ديالها عند عائلتها هي باش انت ما تزوجش بيك شنو كتقول لك انا كتقول لك انا راه مطلقة ولكن راجلي ما بغاش يعطيني ورقة الطلاق هذه راه ما كايناش القضية هذه شحال هاد القضية هاد الهضرة هادي شحال من واحد هضر معايا وشحال من واحد فيديوهات شحال هذا كانوا كتبوا لي تقول لك خويا انا راه تعرفت على وحدة ولكن راه مطلقة ولكن راجلها ما بغاش يعطي ورقه طلاق هذه راه ما كايناش هذه راه ما تقبلش العقل راه بلاد القانون هذه انت راه ان فوا واحد الانسان كتكون مطلقه كتضرب سيمانه كتجا ورقه طلاق من المحكمه وراكم عارفين هنايا في المانيا لما كنتي الا كنتي مزوج ما عندكش الحق تزوج مره ثانيه الا في حال الا طلقتيها وكذلك المراه الا طلقتي راجلك تقدري تزوجي الا ما طلقتيش ما تزوجيش وراكم عارفين اللي مطلق راه كيبقى بحال دابا الراجل بحال بحالنا حنايا كيبقى يتحمل المصاريف ديال الدراري الصغار حتى كيوليو ماجور حتى 18 عام الا كنتي مطلق المهم هذا ما كان اخوتي الله يسهل عليكم كاملين انا ما كرهناكمش كاع تجيو هنايا علاش اخوتي انا قلت لكم اخوتي الحراقه انا راه حاس بكم حنا راه الحمد لله كاع حراقه وباقيين عايشين الروتين ديال الحراقه غير هذاك السجود ديال الحرق راه مابقاش باغي نهضر فيه لانه مسؤوليه كما قلت لكم راه مسؤوليه مع الخالق مع الله سبحانه وتعالى يقدر الله يسر واحد في الطريق انا يجي لتركيا ويقطع الواد ويموت غدا امام الله انا اللي غادي نتحاسب ماشي انت غير تفرجتي تقول هذا التقليد انا اللي غندير التقليد هذاك الشيء علاش انا كنبغي نحاول نهضر مع نهضر لكم بطرق قانونيه وطرق سهله ونوريكم كما نقولوا حنا قوالب حيت اي حاجه اي حاجه راه سهله ما كاينش المستحيل شي المستحيل ما كاينش المستحيل ما عمرك ما ديروه في دماغك الا كنتي عندك واحد البيت وعندك واحد الهدف في راسك توصل ليه الا درتي في راسك توصل ليه ما تفشلش ما تخليش المفشلين يفشلوك اخوتي المفشلين راه كاينين في العالم كامل راه هنايا والهي وفي اي تجي هنا يقول لك اللغه الالمانيه صعيبه عمرك تتعلمها حتى هو مكلخ حمار ما تعلمهاش كيصعبك انت حتى راه ما غاديش تعلمها هنا يقول لك انا لا ما كاينش الخدمه خدمه موجوده في اسبانيا خدمه موجوده في ايطاليا خدمه موجوده في الاوروب باقي فيها ميده من الاخر الاوروب باقي فيها ميده الدراري حراقه خدامين واخا ما كيتوشيوش مزيان عادي لانك ما عندكش وراقيك ولكن راه الحمد لله كتجي كتسوج لك خويا والله ما هنايا ولا البلاد نتوما راكم عارفين البلاد راه ما كاين والو ما كاين والو ما كنكذبوا على راسنا مادام راه غير الوالدين تما راكم ما كاينش الوالدين راه ما غتنسى ديك البلاد ولكن الله يسهل على الجميع المهم اخوتي بلا ما نطول لكم في هذا الفيديو هذا وصلنا ل 15 دقيقه ما سخيناش بكم المهم كما قلنا حنا غادي نبقى غير على بعض الاسئله وكذا هذه الفيديو درته الله يسهل على الجميع
كان معكم ايمن عشب. الناس جداد مرحبا بكم، تابونا وما تنساوش لايك، واللي عنده شي سؤال يخليه في كومونتير. يلا تبارك الله عليكم وربي معكم. تشاو 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 تشاو.